بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمحاضرتنا اليوم مثل ما قلنا أنه راح تكون هي عن الهيموغلوبين. راح نشرح اليوم كشيء سريع. هذه المحاضرة أيضا مثل ما قلت لكم هي نظري وعملي، وراح نركز ببعض الجوانب النظرية وبعضها راح تكون وين أشرح أركز على الجوانب العملي. الهيموغلوبين، شنو الهيموغلوبين؟ What is the hemoglobin؟ أنتوا كلكم تعرفون من أخذنا مكونات الدم، أخذنا الـ RBC اللي هي كريات الدم الحمر. قلنا أنه هذه الخلية إذا عند تواجدها بنخاع العظم هي راح تتكون في نخاع العظم. أول ما تطلع من نخاع العظم وتدخل إلى الأوعية الدموية تفقد النيوكلياس النواة. ليش؟ لأنه وظيفة الرئيسية للـ RBC تعرفوها هي نقل الأكسجين، أوكي؟ وشنو بعد؟ ثاني أكسيد الكربون ترانسبورتينج، إذن تنقل الغازات. الشيء اللي يساعدها هو شنو؟ شنو المركب اللي يساعدها؟ شنو المركب اللي راح يتحد ويا الأكسجين ويبدي يصير النقل داخل جسمنا؟ الهيموغلوبين. الهيموغلوبين راح يتكون من consists of two main parts. إذا هو راح يتكون من جزئين مهمة، هذه تركزون عليها هاي بس فد لحظة ذولا دينا أي دايراسلوني عمل لجماعتكم على الخاص. الهيموغلوبين يتكون من جزئين، بروتين جلوبين، وعدنا شنو الجزء الآخر اللي هو الهيم، أوكي؟ بالنسبة عدنا بالنسبة عندنا إلى الهيم هو اللي رح يعني ملخص الكلام حتى ما أدخل لكم بالتفاصيل الدقيقة. إلى عندكم هنا جدول أنه الـ RBC تتكون من 60% مي ووتر و 40% سوليد ماتر، يعني مادة صلبة. شنية هذه راح يتكون 90% من هذه المادة هي عبارة عن هيموغلوبين، والهيموغلوبين قلنا هو عبارة عن 4 جزيئات موليكولر هيم وواحد موليكولر جلوبين. الهيم هو شنو؟ الجزء الأساسي اللي يتكون من عنده هو الحديد، أوكي؟ فأنت شلون تعرف أنه أكو نقص بالتحديد، نقص حديد موجود أو لا بالجسم؟ راح تكون هي عن طريق الانقيس عدد كريات الدم الحمر، انقيس PCV، انقيس نسبة الهيموغلوبين بالدم، وعكو فحص خاص فقط ينطيك شقد ايرون أو حديد بالدم، أوكي؟ فإذا إحنا عدنا أكثر من فحص نقدر نستدل أنه هل هذا الحديد قلب الجسم أو زاد. هاي شغلة. شغلة ثانية أنه مثل ما تعرفون أنه كريات الدم الحمر إذا قلت نسميها أنيميا، هاي كمصطلح عام، وإذا زادت بولي سايثيميا. هاي أخذناها وين؟ أخذناها بمكونات الدم اللي هي عندنا الـ RBC وجماعتها. طيب اليوم راح نشرح الطريقة. هاي يقول لك انه شنو اكو اكثر من طريقة من قياس الهيموغلوبين. احنا عدنا نشرح بالنسبة لطلابنا طريقتين رئيسية. الطريقة العينية او انت تنطي النتيجة بحسب ما انت شلون اللون اللي يتكون وتقراه بس بالعين المجردة، visual methods اللي هي طريقة
سالي، مو تقراها ساهلي، سالي. سالي ميثود على اسم الفتاة اللي اكتشفت هاي الطريقة. الأسيد هيماتين ميثود هاي التسمية الأخرى إلى، وهسه نجي نعرف ليش يسموها أسيد هيماتين ميثود. أوكي، الطريقة الأخرى راح تكون هي سيان ميثامو إجلوبين. هذه طريقة لازم نستعمل بها هنا سبكترو فوتو ميتر، هذه راح تكون أكثر دقة من الطريقة الأولى اللي هي طريقة سالي. إذا هذه لحد الآن هذه أشياء كلها بشكل عام تابعة لي كأسئلة للنظري. أجي هسه عندنا إلى العملي الفعلي، شلون راح تكون؟ راح ناخذ أول تجربة اللي هو الهيموغلوبين، أقيسه بطريقة سالي. هذه إن شاء الله إن شاء الله راح ناخذها بمختبر الطريقتين بعد ما تخلصون الامتحانات، سواء كان إلكترونية أو حضورية. في كل الأحوال هي براسكم وبراسكم إن شاء الله يعني تخلصون من عدها. الهيموغلوبين طريقة السالي والسيانو، وين تركزون؟ تركزون على، طبعا هي هاي أنا أصلا ملخصت لكم إياها المحاضرة، البرنسبل. شنو برنسبل؟ يعني أقول لك write the principle of hemoglobin estimation by عفية المبدأ، اكتب مبدأ العمل قياس الهيموغلوبين باستخدام طريقة سالي. يعني شنو المبدأ العمل؟ يعني ايش دا يصير عندك تفاعل؟ شنو المواد اللي راح تضيفها للدم وشنو الناتج اللي يطلع عندك؟ ماشي، هذه كلمة principle، المبدأ أو الأساس التجربة. هذه خلوها، هذه أجيب لكم إياها بالنظري، هذا كسؤال نظري. ماشي، أيضا كسؤال عملي إحنا كنا قبل يعني نجيبه للطلاب، لأن كان حضوري وكنا حتى امتحان شفهي نسوي لهم للطلاب بالنسبة لمادة التقنيات. عندنا هنا انت عندك دم راح تسحب من البيشنت مالتك، تسحب له دم. الدم سواء كان فينوس بلاد دم وريدي او راح تسحبه من الفينجر يعني من الكابيلاري بلاد. في كل الاحوال انت عندك دم، راح تضيف له محلول. المحلول المستخدم هو HCl، حامض الهيدروكلوريك، تركيزه 0.1 normal HCl، 0.1 normal HCl يعني العيارية مالته 0.1. انطيكم فد شوية تحضيرة بسيط، بس مجرد تاخذ ال HCl 1 مل مركز، HCl 1 مل مركز، وتكمل الحجم إلى المية، يعني نضيف له 99 مل من الديستل ووتر، فيصير عندك حامض الهيدروكلوريك مخفف. تمام، لو تشتروا جاهز، لو أنت تقدر تحضره بمختبرك، تحضيره بسيط، مجرد 1 مل حامض مركز وتكمل الحجم بالديستل ووتر. ماشي، هسه شنو احنا صار عندنا؟ صار عندنا الدم اللي هو بيه شنو؟ بيه كريات الدم الحمر والبيض والبلازما الى اخره. ال HCl وين راح يشتغل؟ ال HCl راح يبدي يكسر او يحلل الغلاف والغشاء الخليه اللي يحيط بكريه الدم الحمر، يحيط بالغشاء اللي العفو يحلل الغشاء اللي يحيط بكريات الدم الحمر. من اقول يحلل يعني ايش راح يصير؟ يعني راح يتكسر، راح يتحرر عندنا الهيموغلوبين من كريات الدم الحمر. فاذا انا شنو عندي بالبدايه؟ عندي دم
الدم يحتوي على RBCs كريات دم حمر، من الضيفولة ال HCL. ايش راح تصير؟ الكريات الدم الحمر راح تتحلل، نسميها lysis. من راح تتحلل ايش راح يطلع؟ شنو بداخل الهيموغلوبين؟ العفو داخل ال RBC راح يتحرر الهيموغلوبين، فاذا الهيموغلوبين وريليز. بعدها ال HCL راح يحول الهيموغلوبين الى مركب لونه جوزي. احنا كليتنا نعرف الدم لونه احمر لانه موجود بداخله شنو؟ ماده الهيم او بروتين الهيم. من يبدي ال HCL يشتغل على الهيموغلوبين ويرتبط وياه راح يحوله الى مركب يسموه أسيد هيماتين. بعد ما سميه هيم أوكي أسميه أسيد هيماتين، فيتحول اللون بالتيوبة. هذا طبعا احنا كله راح نسويه بتيوبة خاصة، راح يتحول اللون الدم من الأحمر إلى الجوزي. من شفته تحول الى الجوزي معناتها ده يشتغل ال HCL وبدا يتكون عندك الناتج النهائي اللي هو اني اريده وراح اقيسه هو اسيد هيماتين. اذا اني راح اعرف ايش قد اكو هيموغلوبين عند هذا البيشنت عن طريق الاسيد هيماتين. اذا RBCs زائدا HCL رح يصير عندنا شنو؟ lysis تحلل. من تتحلل رح يطلع من عندها شنو؟ الهيموغلوبين. هيموغلوبين يتحرر. شلون اتحول الى الاسيد هيماتين؟ لانه ال HCL حول الهيم الى اسيد هيماتين. ماشي، فيتحول لون الدم من الاحمر الى الجوزي. طيب هذا تكتبون عليه البرنسبل ومهم جدا بالنسبة لي العملي والنظري، بس بالنظري تركزون عليه أكثر. طيب أجي إلى إحنا مثل ما متعلمين كل تجربة لازم عندنا شنو؟ مواد أدوات أستعملها. إذا أكو محاليل يسموها reagent أو solution. زين، إذن materials, apparatus and reagent. شنو اللي عندنا؟ سالي يسموه سالي هيموغلوبينو ميتر بوكس. هسه شوفوا صاير مثل هو من اسمه بوكس BOX. شون الصندوق اللي صغير بألوان، ما يهمنا الألوان، اللي يهمنا المكونات مالت هذا الاختبار. راح يتكون من التالي: بايبيت خاصة يسموها سالي بايبيت. سالي بايبيت أوكي. بس نشوفها، عندنا كم صورة إن شاء الله أشوف لكم إياها. أطلع لكم ملف ثاني أشوفكم الصور مالتها، بس خلي أشرح. إذن أول شيء إحنا شنو مكونات البوكس؟ بيها بايبيت يسموها سالي بايبيت. إش قد حجم الدم بي؟ 0.02 مليليتر أو 20 مايكرو ليتر. 20 مايكرو ليتر، هذه مهمة جدا أجيب لك إياها فراغات. احتاج الى تيوب خاص يسموه سالي graduated تيوب. سالي graduated تيوب بي ستاندرد سوليوشن. بس خلي اشوف لكم اياها المحاضره الخاصه بالنسبه لي اطلع لكم الصوره مالتها. بس لحظه شباب، خلي احول على ح
تحول على غير ملف. لحظات حتى تشوفون طلع لكم غير ملف. هسه طلعت عندكم الصورة، تمام؟ صورة الجهاز واضحة عندكم شباب؟ ايوه نعم. ملزمة. اي هذه هي عكو ملزمتين، واحدة بيها صورة حطيت لكم وواحدة ما بيها. في كل الأحوال هي نفس يعني كشرح نفسه، بس هذا بيها صور. اوكي، فتظل ببالك أكثر. هذه هي المكونات، هذا كل البوكس يسموه هيموميتر بوكس. هيموميتر بوكس، الهيم جاية من أنه إحنا راح نقيس بروتين الهيم، ميتر قياس، والبوكس لأنه هو بشكل صندوق. تمام، أجي إلى شنو مكوناته. احنا قلنا راح يتكون من بايبيت، هذه البايبيت مكتوب بها تدريجة واحدة فقط، تدريجة واحدة فقط، فتسحب الدم الى نهاية هذه التدريجة. ايش قد حجم الدم اللي راح تسحبه؟ راح يكون يا اما تقول 0.02 مل من الدم او 20 مايكرو ليتر، زين، من حجم الدم. هذه يسموها سالي بايبيت او هيموغلوبين بايبيت. نحتاج بعد الى جراجويتد هيموغلوبين تيوب او سالي جراجويتد تيوب، ممكن يختصروها احيانا، اوكي، اللي هي هذه شكلها، بيها تدريجات خاصة. هذه بالعملي إن شاء الله راح أعلمكم شلون تقرون التدريجات اللي عليها وشون تنطون النتيجة للطبيب. بها تدريجتين، واحدة باللون الأحمر والجهة الأخرى باللون الأصفر. واحدة تنطي النتيجة اليونت للطبيب غرام بالمية، واللون الآخر راح ينطيك إذا قريته على الأصفر يعني اليونت تختلف، وإذا قريته على اللي باللون الأحمر اليونت تختلف. فإذا عندي 2 units على هالتيوب اللي هي غرام بالمية وعدنا بالمية. احنا عادة لأطبائنا وتقريبا كل الدول العالم يستعملون اليونت اللي هي جرام بيرسنت، غرام بالمية، فينطون قيمة الهيموغلوبين غرام بالمية، ما يستعملون الطريقة اللي هي أو الأرقام اللي تنطيك بالمية، قليل جدا بعض الدول يستعملوها. طيب عندنا هذه الستاندرد، هذا عندنا يسمونه ستاندرد. تعرفون شنو الستاندرد؟ اللي هي المادة الأساس اللي راح تقارن بها التيست مالتك، تقارن بها التيست مالتك. فهذه اللي موجودة عندنا هذا كله يسموه سالي، هذا كله يسموه عندكم هنا سالي الستاندرد سوليوشن. اوكي، هذا هو شنو، هذا الجهاز بلونين جوزي، واحد منه على اليمين واحد على اليسار. اكو تشوفون لي فوق اكو ثقب، اكو لي فوق ثقب، هذا شو تسوي؟ هذا بعدين تجيب التيوبة نخليها بالنص ونقارن. هسه اشرح لك طريقة العمل. اوكي، اذا هذا اللون الجوزي هو ستاندرد سوليوشن اللي راح تقارن دم المريض ويا هذا الستاندرد، يلا تنطي النتيجه للطبيب. اوكي، عندنا بعد استرر. الاسترر هو المازج، اذا كان
زجاجي، هو يجي ويا جهاز زجاجي، لكن عادة هذه تنكسر أثناء الاستخدام. فش نسوي؟ ممكن يعني نستعمل الودن ستيك اللي هي العصا، شايفيها الودن ستيك، يعني تشبهها، بدل ما يكون زجاجي راح يكون بشكل خشب، لكن هذا ما تفضل لأن الخشب يمتص جزء من الهيموغلوبين فيأثر شوية على القراءة. أوكي، عندنا بعد شنو؟ أنت لو تخليه بمختبرك في قنينة كبيرة اللي هي بيها 0.1 normal HCl، أو تضيفه بهذه القنينة الصغيرة، وتكون لازم معتمة وياها قطارة حتى شوية شوية نقطر، وهسه نشرح طريقة العمل. إذا هذه هي الأدوات. أوكي، وهنا عندكم ككويز أو كسؤال اللي هو what is the principle of Sally method، هاي ثبتوها يمكم. السؤال الآخر، يعني أنا بالامتحان العملي راح أجيب لك صورة وأقول لك، أشر لك عليها، أقول لك هذا شنو، هذا شنو، وهذا شنو. أوكي، هيك راح تكون الأسئلة. أما بالنظري فراح أقول لك عدد الأدوات اللي استخدمتها بقياس الهيموغلوبين بطريقة السالي، أو سميناها الأسيد هيماتين. أوكي، عندنا مثل ما قلنا، لو أستعمل دم وريدي، لو أستعمل من الأصبع. أجي هنا، هذا هو من الأصبع، هذا من الأصبع، وراح أعلمكم عليها إن شاء الله. ما أعرف أعلموكم أنتو شون تأخذون فصيلة الدم من الأصبع، أعلموكم على الفينجر بنكتشر لو لا. دكتورة ما سحبت من الأصبع. سحبتوا لو لا؟ لا دكتورة ما سحبت. ها لا. أوكي، لعد إحنا إن شاء الله إحنا نعلمكم عليها لشون تسحبون من الأصبع، من أي أصبع أنت تسحب، لكن عادة يسحبون من الميدل والثم اللي هو الوسطى، الأصبع الأوسط والإبهام. أوكي، هسا أروح على طريقة العمل. أنا هنا ما حطيت لكم إياها لأنه أعطيكم إياها بالعمل اللي أنتوا راح تشتغلوها. طريقة العمل شباب بسيطة جدا، وهي كالتالي. احنا راح ناخذ هذا التيوب، اوكي، اللي هو خاص فقط بهذه الطريقه، هو فارغ، راح اخليه بالثقب اللي موجود بالجهاز السالي هيموميتر. اجي اسحب 0.1 نورمال HCl بالقطارة، وأضيف قطرة مع الجدران إلى حد العلامة 20 باللون الأحمر، إلى حد العلامة 20 باللون الأحمر. العلامة 20 باللون الأصفر تصير لي فوق، زين؟ فإحنا وين نضيف العشرين، يعني القطرات؟ إلى حد العلامة 20 باللون الأحمر تدريجة، اللي هي بيها اللون أحمر. أجي بعدها أسحب الدم، سواء أكان أنت مازجة ويا الـ EDTA، وشفتوها هاي التيوبة الوردية، تسوي له ميكسينج بسيط، زين، على كيفك حتى لا يصير تحلل كريات الدم الحمر، وتسحب بالبايبيت، أوكي، إلى أعلى من العلامة 20 مايكرو ليتر. هنا أنا أكو فد علامة مبينة، هذه هي 20 مايكرو ليتر. إحنا بالبداية نسحب إلى العلامة، طبعا هذه شون تسحبها؟ هذا أكو ربر، وهنا أكو يسموها الماوث بيس، هذه تحطها بحلقك، تطبقها بين سنونك، زين، حتى لا تفلت من عندك، وتسحب. إحنا عادة بالمختبر كل واحد عنده بايبيت مالته، حتى لا تصير من حلق الحلق. وبالنسبة للطلاب احنا نعقمها بالكحول والهبتين لانه بلاستيك، هاي
تتلف بالحرارة، فنعقمها بالكحول والهبتين. أوكي، فننطيها من طالب الطالب. إذا هسه أنت سحبت الدم إلى العلامة اللي هي أعلى من 20 مايكرو ليتر، بالقطنة تمسح الدم الخارجي، الدم الخارجي لأن يعني صار عكو دم داخل المصة وعكو دم صار خارج المصة. أنا المن أريد، أريد فقط الدم اللي هو موجود داخل المصة لأنه حجمه محسوب اللي هو 20 مايكرو ليتر. زين، هنا ايش قد بعدها قلنا راح نمسح الدم الخارجي بالقطنة، وبعدين على كيفنا بالقطنة ايضا اخلي القطنة على الفتحة البايبيت، على فتحة البايبيت، وادق عليها شوية شوية، هاي ان شاء الله كلها اسوي لكم اياها بالعملي، الى ان ينزل الدم على العلامة 20 مايكرو ليتر. هسه وين راح تودي هذه البايبيت؟ ننزلها على كيفنا بالتيوبة اللي انت خليتها وين؟ بنص الجهاز السالي هيموميتر، وهذا شنو بيه؟ احنا حاطين الى العلامة 20، حاطين 0.1 نورمال، عفوا 0.1 نورمال HCL. تنزل شلون سوينا بالاي اس ار؟ نزلنا الدم وبعدين نسحب على كيفنا بنفس البايبيت وننزل، نسحب وننزل. هنا من تنزل لازم ما يصير عندك هواية فقاعات حتى لا تأثر على القراءة، لأن هذه أيضا هذه كلها قراءات واحدة بصف الثانية. هذه إن شاء الله مثل ما قلت لكم لازم أشوفكم ياها واحد واحد وأعلمك بالعملي شلون راح تقراها التدريجات. بسيطة ما يراد لها أي شيء، يعني شلون أنتم من قرأتوا الـ ESR والهذه أيضا راح أعلمكم عليها. زين، بعدها راح نتركها. هسه صار عندي اني ارجع على البرنسبل، احنا مو قلنا البرنسبل هو دم زائدا 0.1 نورمال HCl. حتى يشتغل ال HCl يكسر كريات الدم الحمر ويحللها، بعدين يتحرر الهيموغلوبين ويرتبط بعدين الحامض ويا الهيموغلوبين. اذا اني لازم اتركه فترة تقريبا 5 دقائق، أتركه 5 دقائق. ليش؟ حتى تحدث هاي العمليات اللي قلناها، حتى أنتظر الهيموغلوبين يتحول من أحمر إلى جوزي، معناتها رح يصير عندي مركب الأسيد هيماتين. أوكي، إذا هنا تركته 5 دقائق، هاي خلوها ببالكم. دكتور عفوا، نعم اذا ممكن يعني تعيدين، لان صار النت عندي قطع وكل كل ساعه صوت. سهله سهله، احنا ايش اخذنا؟ اخذنا هذا الجهاز اللي هو سالي هيموميتر الستاندرد موجود اللي هو لونه جوزي، منا ومنا قلنا عليه اللي حستعمله لي حتى تقارنون الدم المريض ويا هذا الستاندرد. هاي هي الشركة حاسبته لشخص الهيموغلوبين مالته طبيعي. اوكي، جبنا هذه التيوبة اللي هي سالي جراجويتد تيوب، خاصة فقط بهذا الجهاز. هو فارغ، تخلوه بالجزء اللي هو هنا بأكو ثقب بالأعلى، رح ينزل لجوا التيوب، يدخل داخل الجهاز. قبل ما تسحب الدم من المريض ايش راح تسوي له؟ انت راح تقطر، او حتى لو هو يعني اذا كان دم وريدي، بس بكل الاحوال انت من تشوف هيموغلوبين عندك بهاي الطريقة انت راح تقيسها. رأسا بلش ضيف 0.1 normal HCl إلى حد العلامة 20 باللون الأحمر. إحنا مو قلنا بها تدريجتين أحمر وأصفر. تخلون هذه ال 0.1 normal HCl
إلى العلامة 20 باللون الأحمر. إذا باللون الأصفر العلامة 20 صايرة لي فوق، زين، معناتها أنت ترستها لي عينها اليوتيوب، وأنا ما أريدها تنترس لي عينها. أنا وين أريد؟ أريد بالقعر تقريبا، قريبة من القعر، فالعشرين تقريبا هنا صايرة بالربع النهائي القعر مالت البايبيت التيوبة. اوكي، هسه صار عندي شنو باليوتيوب؟ 0.1 نورمال 8 سي ال الى العلامة 20 باللون الاحمر. ايش راح تسوي هسه؟ راح تسحب دم بسالي بايبيت، سالي بايبيت، تسحب الدم اعلى من العلامة. اوكي، لانه ما تقدر تسيطر من البداية تسحب الدم الى العلامة، فعادة احنا نسحبها شوية اعلى من العلامة، زين، وبعدين امسح الدم الزايد الموجود خارج البايبيت اللي لوثه، وابدي بالقطنة على كيفي شوية شوية، اخليها القطنة على الفتحة مالت البايبيت حتى القطنة تمص الدم وتنزل الدم شوية شوية إلى العلامة 20، والعلامة 20 هي مايكرو ليتر، مايكرو ليتر، زين. بعدها راح تجيب هذا الدم وتدخل البايبيت كلها، تدخلها البايبيت إلى داخل التيوبة اللي هو شنو بيها؟ 0.1 normal HCl إلى القعر، تنزلها إلى القعر. هنا مو مثل الـ ESR، أنت أول ما خليت الـ ESR من نزلت الدم بسرعة، نزل الدم من الـ ESR tube إلى الـ small test tube اللي بيها trisodium citrate، لا، هذا لازم أنت شوية تنفخ على الـ pipette، زين، بالماوث بيس، تحطها بحلقك مرة ثانية وتنفخ عليها حتى ينزل الدم، بس النفخة مالتك تكون خفيفة. ليش؟ حتى لا تتكون فقاعات هوائية بداخل التيوبة، لأن هاي راح تأثر على القراءة مالتك، ما راح تعرف وين واصل الحد، زين. بعدها راح تترك، هسه صار عندنا شنو احنا؟ دم زائدا 0.1 normal HCl. ترجع هذه وين التيوبة؟ إلى مكانها. بعد ما مزجت الدم مرة مرتين، تنزله بي أيضا، يعني تسحب وتذب الدم، تسحب وتذب الدم على مود تغسل شكو الدم موجود بداخل البايبيت، وتنفخ نفخة بسيطة، تتركها لمدة 5 دقائق، تترك الدم مع الـ 0.1 normal HCl لمدة 5 دقائق. اوكي، ليش؟ حتى كل الهيموغلوبين تحول الى شنو؟ الى اسيد هيماتين. هنا راح يصير اللون جوزي طوخ، اللون يصير جوزي طوخ. لازم شو تسوي له؟ تخففه، لح تخلي هاي التيوبة بعد ما تطلعها أبدا من داخل هذا الفتحة الموجودة بالجهاز، تضيف قطرة قطرة low 0.1 normal HCl low distilled water، ما يهم، انت هسه راح تجي مجرد تخفيف. هسه انت بال5 دقائق كل الهيموغلوبين تحول الى اسيد هيماتين، صار لونه جوزي طوخ، حتى اللون اللي بالنص مالت البيشنت، مالت المريض مالتك، يصير بالضبط يشبه لون الستاندرد اللي موجود على اليمين وعلى اليسار، زين، هذا نفس التركيز على اليمين وعلى اليسار. لازم تضيف على الدم البيشنت قطرة قطرة من الـ 0.1 normal HCl أو الـ distilled water. كل ما تضيف قطرة
تسوي ميكسينج بالاسترار. كل ما تضيف قطرة تسوي ميكسينج بالاسترار، أوكي؟ إلى أن يصير اللون يشبه منه، يشبه الستاندرد. من اللون المريض دم مالته صار يشبه لون الستاندرد، ايش راح يصير؟ ترفعه لليوتيوبه وتقرا ايش قد وصل دم المريض، بحيث صار دم المريض يشبه بالضبط الستاندرد الموجود عندك. شو حتقول للطبيب؟ راح تقول له ال HB يساوي مثلا 15 هذا غرام بالمئة، أما القراءات بالمئة فتختلف، راح تكون عندك يعني تقرأ فوق المئة. هذه كلها إن شاء الله راح أعلمكم عليها بالعملي. احنا دائما قلنا نشرح هواية، لكن الشغل يعني ما ياخذ من عندك 10 دقائق بالنسبة للهيموغلوبين. بالنسبة عندنا هسه تحددون يمكم السؤالين الرئيسية اللي هي البرنسبل شنية، وال تخلون سؤال ايضا ما هي المكونات او الادوات اللي مستخدمه. ومثل ما قلت لكم بالعمل يجيب لكم صوره، اما بالنظري فهو تعداد. اوكي، تخلون يمكم سؤال، ما هي الاخطاء؟ يعني هسه انا راح اسال سؤال، راح اقول لك هل هذه الطريقه هي طريقة دقيقة بنظرك؟ هل هذه هي طريقة دقيقة أنه أقيس بها الهيموغلوبين؟ لو لا، لا غير دقيقة. زين، كم واحد يقول غير دقيقة؟ كم واحد يقول غير دقيقة شباب؟ غير دقيقة. أسماء، مصطفى، حسين، كلكم تقولون غير دقيقة. زين، ترى هل دقيقة يعني الجزء اللي هو جزء الأخطاء من بالاضافات هذه اخطاء تصير يعني. بالضبط. احنا ايش عندنا؟ احنا قلنا هذه الطريقه هي فيجوال ميثود، يعني تعتمد على عينك. يجوز انت عينك احسن من عيني، انا عندي قصر نظر، بعد نظر، عندنا فتشي خلل بالالوان، بالهاي اكو ترى هوايه اشخاص عندهم هاي الاشياء. زين، عندهم ضغط العين عالي، ما يقدر يشوف، عندهم ضبابية إلى آخره. زين، هذا شلون لعد لحي لحي يحلل وينطي النتيجة للطبيب؟ إذن هذه الطريقة طريقة not accurate، يعني راح تكون غير دقيقة، لأنه كل واحد راح يعتمد على عينه. هاي شغلة. اثنين، احيانا انت الادوات تكون عندك غير جافه، مبلله، ايضا قد تنطيك نتيجه خاطئه. ثلاثه، هذا الستاندرد كيرف اللي شفتوه لازم احنا نشتري بين فتره وفتره، يعني هذا ينذب، بينما هوايه من المختبرات ما يذبوا، يستعملوه نفسه، يعني هذا بي اكسباير ديت، يظل سنين عندهم، يمكن يوصل 20 سنة وما يذب الجهاز. زين، فتنطي نتيجة خاطئة، وهذا طبعا يأثر على الدول اللي حيعتمد الطبيب. إذا أكو نتيجة أخرى أكثر دقة أنطيها للطبيب، راح تكون هي باستخدام جهاز السبكتروفوتو ميتر. احنا كان عندنا هذا الجهاز، وهسه اشترونا الجهاز حديث ديجيتال، هذا بمؤشر، كان احنا حاليا عندنا الديجيتال اكثر دقة بعد، ان شاء الله تشتغلون عليه. الطريقة هذه اللي هي طريقة السيان ميثامو جلوبين، او طريقة الدرابكنز يسموها. إذن أخلي يمي
سؤال هذا جايبه لك اياه بامتحان الاخر السنه. اوكي، ما هو الفرق بين طريقه الهيموغلوبين، ما هو الفرق طريقه قياس الهيموغلوبين بطريقه سالي، او ايش نسموها الطريقه اسيد هيماتين، وطريقة السيان ميثامو جلوبين أو يسموها درابكن ميثود. هذا سؤال. أوكي، هذيك ليش سموها أسيد هيماتين الطريقة أو سالي؟ لأنه الناتج النهائي اللي راح تقيسه هو أسيد هيماتين. عفوا دكتورة، بين السالي وشنو الثانية؟ هذه اللي قدامكم اللي هي لو يسموها درابكنز ميثود او سيان ميثام جلوبين، سيان ميثام جلوبين. اوكي، هذيك ليش سموها اسيد هيماتين؟ لانه الناتج النهائي اللي انت راح تقيسه هو شنو؟ تقدرون تكتبوا لي البرنسبل بلا ما تشرح اي شيء. راح تقول البرنسبل لهذه الطريقه اللي هي طريقه سالي اللي قبل شوية شرحناه، تضيف الـ RBC، تضيف الـ 0.1 normal HCl إلى الدم، وبعدين يتحرر الهيموغلوبين، ثم يتكون عندنا شنو؟ الأسيد هيماتين اللي هو لونه جوزي براون كلر. تمام؟ هنا يسموها سيان ميثاموغلوبين لأنه الناتج النهائي اللي أنت راح تقيسه أيضا لونه جوزي لكن مو أسيد هيماتين. هنا ما استعمل حامض، الناتج النهائي هو السيان ميثاموغلوبين. لهذا الطريقة سميت حسب الناتج النهائي اللي انت راح تقيسه. زين، هناك كل الهيموغلوبين يتحول الى أسيد هيماتين، هنا كل الهيموغلوبين راح يتحول الى سيان ميثاموغلوبين. اوكي، بالطريقه السالي استعملنا محلول التخفيف والرياجنت اللي راح يسبب التفاعل راح يكون هو 0.1 normal HCl، 0.1 normal HCl. هنا تكتب راح نستعمل درابكن سوليوشن، درابكن solution. اوكي، درابكن solution. الدرابكن solution هنا اكو ضمه لانه التملك فوق الاس. الدرابكن solution يتكون، انت طبعا تشتري، تقدر تشتري حاضر، لونه يصير اصفر متالق فلوريسنت بمادة السيانيد، بمادة السيانيد. إذن هو سام، يتكون من مركبين من السيانيد، بوتاسيوم سيانيد، بوتاسيوم سيانيد KCN، وبوتاسيوم فريك سيانيد، بوتاسيوم فيريك سيانايد K3Fe سيانايد باي 6. احنا شو نضيف له؟ نضيف له بيكربونات الصوديوم، هنا على مود صوديوم بيكربونات، حتى انت من تحضره تحضر مثلا نص لتر او واحد لتر، وتخليه بقنينة غامقة حتى ما يتأكسد بالضوء ويتلف، وتخليه وين؟ بالثلاجة. هذا تقدر تستعمله من 6 أشهر إلى سنة، معليشي. إذا ضفت له 1 غرام فقط من بيكربونات الصوديوم كمادة حافظة، وطبعا هذا أنت بيش راح تخففه، لأن هذا باودرات السيانيد راح تخففه أو تسوي له بشكل محلول، فتضيف له 1 لتر من المي.
عادة أنتم في مختبراتكم حاليا شوية أكو يعني تحذيرات من استخدام السيانايد، الوضع البلد ما مستقر إلى آخره، فلا تجيب لنفسك مساءلات، اشتريه حاضر، اشتريه حاضر. يعني لا تخلي في مختبرك مادة سيانيد باودر، اشتريها حاضر، تبقى عندك سنة ما عليها شيء، هو بها أصلا اكسباير، يمكن أكثر من سنة هم تبقى عندك بالمختبر. فإذا تشتريه بشكل محلول أصفر متألق يتكون من مركبين، اللي هو فرك البوتاسيوم سيانايد والبوتاسيوم فرك سيانايد. اوكي، البرنسبل هنا راح يختلف، البرنسبل راح يصير بخطوتين. ليش؟ لان انا هنا عندي مركبين، ما عندي بس HCl، عندي مركبين. احنا عندنا دم، سواء اخذت دم وريدي او مباشرة دم من الاصبع. اذا دم من الاصبع رأسا بالسالي بايبيت تسحب الدم، واذا من الوريد راح تخليه بهالتيوبه اللي بيها اي دي تي اي، وعلى كيفك تشتغل مختبرك ايضا تسحبه بالسالي بايبيت. هنا ايش راح تضيف؟ بس هذه اللي مكتوبه عليها اللايسز، اكو خطوه يعني احنا مو رأسا نسوي لها هذه طريقة اللايسز، لا هسا اكتب لكم اياها ان شاء الله، اكو بها تصحيح، انه الهيموغلوبين اللي هو موجود داخل الار بي سي، يعني تبدي من هنا انت، ابدي المعادلة من الهيموغلوبين. منو اول مركب راح يشتغل؟ راح يشتغل عندك البوتاسيوم فيريك سيانايد، راح يحول الفرك الى فرس، يصير عمليه اكسده. تماخذين الحديدوز والحديديك الى اخره، هاي بعمليه الاكسده، فحيتحول الى الهيموغلوبين الى مركب، شوفون شويه شويه يصير لونه جوزي، يتحول الى مركب يسموه ميثاموغلوبين، ميثاموغلوبين. الى حد هاي الخطوه ليش تكون هذا المركب؟ لأنه اشتغل الفريك سيانايد. هنا على هذا السهم تكتبون KCN، كي كله كابتل، KCN اللي هو البوتاسيوم سيانايد، راح يتحول إلى الميثاموغلوبين بفعل KCN، راح يتحول إلى سيان ميثامو جلوبين. هذا راح اقيسه بجهاز الاسبكتروفوتوميتر. شلون راح تصير هسه؟ اذا هسه انت اللي عليك تحفظ فقط كبرنسبل لطريقه منو السيان ميثامو جلوبين، هيموغلوبين ميثامو جلوبين سيان ميثامو جلوبين. يشتغل الأول البوتاسيوم فريك سيانايد، بعدين يشتغل الثاني البوتاسيوم سيانايد. أوكي، هاي الشغلة كفرق رئيسي قلنا بالنسبة للبرنسبل. أجي إلى طريقة العمل حتى أكمل، حتى تفهم أكثر. طريقة العمل بسيطة جدا، بسيطة جدا. شو راح تأخذ؟ راح تأخذ لارج تيست تيوب، تأخذ لارج تيست تيوب، تخلي ب 5 مل من الدرابكنز سوليوشن، درابكنز سوليوشن، تسحبه بالبايبيت الاعتياديه، او اذا انت عندك المايكرو بايبيت وغيرها، بس يعني هذه شويه بيها محاذير من تسحبه، لانه قلنا بي شنو سيانيد، فنخلي قطنة على الفوهة مالت البايبيت الاعتيادية حتى لا تجي الأبخرة ولو قليلة هي، بس تراكمية، يصير تأثيرها تراكمي للسيانيد علينا. أوكي، هسه صار عندك أنت تيوبة
كبيرة بيها 5 مل من محلول دروبكن. أوكي، هاي مختبرك تحضرهن من يجيك السامبل، تروح على البيشنت مالتك تسحب من عنده دم، قلنا لو من الفيناس لو من الأصبع. بعدها هنا أيضا راح تستعمل سالي بايبت، سالي بايبت. أوكي، إذا معناتها حجم الدم هو نفس اللي بنستعمله بالطريقة الأولى شرحناها اللي هي سالي ميثود. إيش قد سحبنا بالسالي بايبيت؟ 20 مايكرو لتر، أو هو نفسه يا أما تقول لي 20 مايكرو لتر أو 0.02 مل من شنو الدم، نفس الطريقة تسحبه أعلى من العلامة، وبعدين بالقطنة تمسح الدم الخارجي وتنزل بالقطنة شوية شوية الدم، هي تبدي تمص الدم إلى العلامة، تمتصها، تمتص الدم إلى، تنزله شوية شوية إلى العلامة 20. بعدها راح تجيب البايبيت وتدخلها بداخل التيوبة اللي هي بيها 5 مل من محلول دروبكن، وبنفس الطريقة حتى تغسل كل الدم الموجود داخل البايبيت تنزله، راح تسحب المحلول دروبكن وتنزله، تسحب وتنزل على كيفك. هنا إذا صارت فقاعات مو إشكال، إذا صارت فقاعات مو إشكال، يعني بس تسووها يعني فقاعات هواية. أوكي، بعدها بإيديكم شلون أنتم علميكم بالكيمياء، تسوون مزج، تمزجون الخمسة مل ويا البوينت أو تو مل بإيدك، ترج التيوبة وتترك التيوبة هنا لمدة 10 دقائق، تترك التيوبة هنا لمدة 10 دقائق. أوكي، ليش؟ بهاي 10 دقائق لح يتحول عندك كل الهيموغلوبين إلى سيان ميثاموغلوبين، كل الهيموغلوبين يتحول إلى مركب سيان ميثاموغلوبين. هذه السيان منين إجتي؟ لأن أنت تستعمل سيانيد، فيرتبط السيانيد مع، بعد ما سميه هيموغلوبين راح يتحول إلى مركب آخر، صار سيانيد حديد يرتبط ويا الحديد اللي هو من هو الهيم اللي موجود بالدم البيشنت. يعني بعد ما أسمي هذا هيموغلوبين لأنه تحول كله إلى سيان ميثاموغلوبين. أوكي، بعدها خلصت 10 دقائق راح أجي أقرأ بالجهاز. الجهاز بي لازم أني أصفره وعندي أيضا ستاندرد، الستاندرد القراءة مالته معلومة، أيضا راح أشوف لكم إياها بالعملي إن شاء الله. تشتروها تيوبة حاضرة موجودة عليها، يقول لك هل قد تركيز الهيموغلوبين بيها لشخص طبيعي. أوكي، قراءة مالتها هل قد، هذا يسموه ستاندرد. إذا الستاندرد هنا أيضا حاضر، أنت تشتري مثل الأمبولة تكسرها وتجي تخليها بالجهاز وتقرأ تشوف القراءة مالتش قد الأودي يطلع لك، زين، هاي يسموها قراءة الستاندرد. والشركة تكتب لك تقول لك تركيز الهيموغلوبين عليه هل قد، زين، هذه بعدين راح نستعملها بالقراءات. فإذا تصفر الجهاز بالبلانك نفسه، بالدرابكنز نفسه ما مضاف بأي شيء، بعدين أكو أمبولة حاضرة تشتريها من المكاتب خاصة لهاي الطريقة الدرابكنز، تكسرها وتفرغ المحتويات مالتها بالكيوفيت الخاص بالجهاز او المحتوى، انتم شايفينه اعتقد شرحوا لكم على سبكتروفوتوميتر، زين، وبعدها راح تقرا التيست. بس هنا شنو، هنا انت قبل ما تبدي بهذا الشغل كله انت لازم تضبط الطول الموجي للجهاز. اكو هنا فد
يسموه نوب او مقبض، شلون الازرار خاصه تعدل بيها الطول الموجي. فمن قبل ما تبدي بالقراءات انت تضبط الطول الموجي على 540 نانو متر، اوكي، على 540 نانو متر. وبعدها راح تبدي تقرا القراءه مالتك ايش قد تطلع، تخليها بالمعادله. اعيدها حتى بعدين اشرح لكم المعادله. اول شيء احنا هذه الطريقه شنو هسه الفروقات. اول شيء عندنا هذه الطريقه يسموها درابكنز ميثود او سيان ميثامو جلوبين ميثود، اما هذيك الطريقه فشي يسموها سالي او اسيد هيماتين ميثود. هذا اول اختلاف. زين، حتى اخاف ما لحق وياكم مثلا باخر سنه او يصير عليكم لود بالمراجعه، فهذا على الاقل احنا مراجعي، اوكي. هذا الفرق الاول. اثنين، هناك عندكم ادوات استعملتوها اللي هي هذه البوكس الهيموميتر بوكس ومكوناتها عرفتوها. هنا شنو عندنا؟ الجهاز اللي هو سبكترو فوتوميتر، اوكي، بدل البوكس اللي استعملناه بالسالي. ايش قد الطول الموجي؟ 540 نانو متر. ليش 540 نانو متر؟ لان اللون الناتج لون جوزي، لو يطلع اخضر او ازرق راح نغير على غير طول موجي. هاي صار عندنا فرقين. الفرق الاخر بطريقة سالي المحلول اللي استعملته هو شنو؟ 0.1 نورمال HCl. هنا المحلول اللي راح تستعمله اسمه درابكنز سوليوشن. هاي صار ثلاثة. هناك حجم الدم تسحبه بسالي بايبيت او يسموها HB بايبيت. زين، ايش قد حجم الدم؟ 20 مايكرو لتر او 0.02 مل. هنا نفس الشيء استعملنا شنو؟ ايضا نفس البايبيت اللي هي سالي بايبيت، وحجم الدم هو نفسه، يعني هي بيها بس تدريجه واحده، اوكي. البرنسبل راح تكتبه هناك كل الهيموغلوبين تحول بفعل ال 0.1 نورمال HCl الى مركب اسيد هيماتين. هنا راح تكتب البرنسبل حسب هاي المعادله اللي هو الهيموغلوبين كله تحول الى مركب سيان ميثاموغلوبين. هذاك جوزي، هذا ايضا جوزي. طيب، عندنا الدم هناك تستعمل دم وريدي ودم شعيري. هنا نفس الشيء تقدر تستعمل دم وريدي ودم شعيري. هناك استعملت التيوب الخاصة اللي هي graduated tube، قلنا مدرجة غرام بالمئة وبالمئة بها تدريجتين باللون الأحمر والأصفر. هنا راح تستعمل large test tube، large test tube الاعتيادي. طيب، هناك الوقت مالتك ايش قد تركته حتى يصير التفاعل؟ بس تكتب بالامتحان التايم ويتنج، وقت الانتظار، او انت شلون ما تعبر عبر. زين، هناك ايش قد كان؟ 5 دقائق حتى يتحول كل الهيموغلوبين الى اسيد هيماتين. اما هنا فراح يتحول، حتى يتحول الهيموغلوبين الى سيان ميثاموغلوبين لازم احتاج اترك التيوب 10 دقائق، اوكي. هذه تقريبا كلها الرئيسية قلناها. راح انزل لكم اياها مرة ثانية هذه المحاضرة، اللي عنده واللي ما عنده ايضا يرجع لها، ماشي. تركزون على الاشياء اللي انا قلت لكم عليها شباب، اي شرح زايد اخر ما اريده، ماشي، ما اريده. اروح على عفوا دكتور، هذا السؤال نظري لو عملي؟ ما هو الفرق النظري؟ اجيب لكم اياه اكثر شيء نظري. احنا كنا قبل ما قلت لكم كان
نمتحنهم حتى عمل شفهي، فكنا نسألهم يعني هذه. فأكثر شيء نظري أجيب لكم إياه هذا، ماشي؟ ماشي. هذه فتشي ملخص اللي هو على الشرح اللي قلناها طريقة العمل. إذا أنت راح تحتاج إلى 3 تيوبات. التيوب الأول يسموه بلانك، بي بس 5 مل درابكن، هذا استعمله حتى أصفر بي الجهاز قبل ما أبدي، زين؟ التيوب الثانية اللي قلنا عليها اللي هي أمبولة جاهزة، تكسرها وتفرغ محتوياتها بالتيوبة أو بالكيوفيت مباشرة وتقرأ بالجهاز، راح ينطيك أودي، راح تقرأ الأودي إيش قد الكثافة، الأوبتيكال دينسيتي مالت الكثافة الضوئية إيش قد راح يكون. هاي تقريبا إحنا عندنا ثابت يطلع لنا 0.4 أو 0.39، يعني بهالحدود يطلع تقريبا. كل الشركات تحضره هيك الاودي، يعني الجهاز القراءه مالت الجهاز كثافه هذا اللون يقرا لك 0.4 او 0.4 اللي هي 40 0.440. التركيز ايش قد الهيموغلوبين بي، ايش قد الهيموغلوبين بي يقرا لك 60 ملي جرام بالمية. هنا شنو عندي الوحدة؟ ملي جرام، هاي ما الشركة، بس انتبهوا لي عليها، ملي جرام ما قلت غرام، ملي جرام، اوكي؟ حتى هاي بعدين استعملها بالمعادلة. اما التيوب اللي انت راح تستعمله للمريض بس مجرد راح تاخذ 5 مل من الدرابكن وتضيف له شنو؟ 0.02 بالسالي بايبيت، 0.02 مل من الدم. زين، هنا انت من تضيف العشرين مايكروليتر او البوينت او تو مل من الدم الى الخمسة مل، ايش قد تخفف الدم هنا؟ تقسم، راح اقول لك كم عدد مرات التخفيف، التايم ديليوشن. شباب هاي انتبهوا عليها، دائما الطلاب يكتبوا لي التايم، هنا التايمز يعني عدد المرات، التايمز ديليوشن. الطلاب يكتبوا لي 10 دقائق، انا ما قايلت لك الوقت انت ايش قد تركته، دا اقول لك ايش قد عدد. هنا التايمز تجي مرات، عدد المرات مو يعني الوقت، فانتبهوا هاي عليها. راح اقول لك كم عدد مرات التخفيف، كم مرة انت من ضفت الدم الى اللي هو 0.02 مل، من ضفته الى 5 مل درابكنز، كم مرة تخفف هذا الدم؟ زين، هذا يسموه ديليوتينج تايمز او ديليوشن تايمز، كم مرة تخفف، عدد مرات التخفيف ديليوشن تايمز. تخفف 250 مرة، 250 مرة، ستختار فقط شنو الرقم 250. منين جت ال 250؟ 0.02 مل تقسيم 5 مل، المل ويا المل تروح، راح يطلع لك 1/250. مقلوب التخفيف هو 250، اوكي؟ فاذا انت تخفف الدم بس مجرد تقسم البوينت او تو على الخمسة، فرح يطلع لك 1/250. اذا 250 مرة تخفف الدم، اوكي؟ هاي خلوها ببالكم. هذا ايضا صح وخطأ او فراغات او multiple choice يجيك كسؤال او انت تكتب لنا اياه، اقول لك كم مرة تخفف، راح تقول لي 250 مرة، منين اجتي؟ تقسيم 0.02 على الخمسة. اخر شيء، شلون راح تجي تطبق القانون وتنطي النتيجة للطبيب؟ القانون هو بسيط جدا، يعني تخترعون انه تشوفون قانون، وهذه هسه على السريع اشرح لك اياه وجدا بسيط. احنا عاده قلنا ننطي النتيجه مالتنا بالنسبه للطبيب لو هيموغلوبين بالمية،
لو شنو جرام بيرسنت. بهاي الطريقة احنا رح ننطي النتيجة غرام بالمية. اذا انا عندي HB جرام بيرسنت يساوي OD of test. OD of test يعني OD of T تقدر تكتبها بالامتحان. OD of T او ODT زين، يعني انت هنا قراءة المريض، هذا اليوتيوب راح تروح توديه بالجهاز وتقراه ايش قد الكثافة الضوئية، ايش قد راح يقرا لك. كل ما كان لونه جوزي طوخ كل ما راح يطلع لك القراءة عالية. راح يطلع لك هنا الكثافة الضوئية تاخذه من الجهاز. اذا الاودي اوف تيست راح تاخذه من قراءة الجهاز مالت المريض مالتك، اوكي، على تقسمه على الاودي مالت الستاندرد. الاودي مالت الستاندرد احنا ايش قلنا؟ قلنا عندك امبوله تكسرها وتروح تقرا تشوف ايش قد ينطيك قراءة. عادة أكثر الشركات تحضر قلنا الأودي ينطيك 0.40. هاي القراءة 0.40 تجيبها تخليها هنا على الأودي أوف ستاندرد. فهمناها؟ هاي كثافة ضوئية مو تركيز. اللون شقد ينطيك كثافته شقد. في concentration of standard تقدر تكتب بالامتحان بس concentration of S زين، تركيز الستاندرد ايش قد. هذا قلنا مكتوب على الأمبولة، هي الشركة تنطيك إياها مكتوبة، يقول لك هما قايسيها التركيز 60 ملي جرام بالمية. 60 ملي جرام بالمية. طيب انت عندك ملي جرام والنتيجة لازم تطلع عندي بالغرام. الملي جرام إلى جرام لازم من الصغير إلى الكبير لازم تقسم، فتقسم 60 على 1000 حتى تحول الملي جرام إلى غرام. عرفنا ليش قسمت على 1000؟ لأن أني عندي الشركة قالت لي التركيز الستاندرد 60 ملي جرام بالمية. فالنتيجة أني مالتي أصلاً لازم أعطيها للطبيب بالغرام، فلازم تقسم 60 على 1000 تحول الملي جرام إلى غرام، أوكي. في دي، الدي هو الديليوشن. ديليوشن والديليوشن إيش قد قلنا هسه عليه؟ 1/250. وعرفنا منين إجتي، تقسمون حجم الدم على حجم الدرابكن، ال 0.02 مل على 5 مل، فيطلع لك 1/250. بالمعادلة تاخذ معكوسها، يعني مو تحط 1/250، تضرب في 250. اذا هسه عندنا الهيموغلوبين يساوي اودي تيست على الاودي اوف ستاندرد في كونسنتريشن اوف ستاندرد على 1000 في الدي. إيش قد راح يساوي لنا؟ لنفرض هاي أنا أعطيك إياها بالامتحان إذا كان نظري، أقول لك الأودي أوف تيست أنت بس مجرد تطبق الأودي أوف تيست راح تخليه هنا وتقسم على الأودي أوف ستاندرد 0.40 في إيش قد تركيز الستاندرد، أيضا هذا أنا أعطيك إياها بالامتحان اللي هو 60. انت بس عليك بالامتحان تقسم على 1000، تقسم على 1000 وتضرب في 250، اوكي. وبعدها راح تطلع النتيجه اللي هي راح تطلع 15.3 غرام بالمية. النورمال فاليو المطلوب من عندك هو للمان وللويمن. طبعا هنا احنا نعطيها على اساس انه
كدولية، إنه إلى حد 18 والإناث إلى حد 16. هنا شباب إحنا عندنا بالعراق دا يوصل تقريبا أكثر الرجال من دا يوصل 15، دا يصير عنده تقيؤ، دا يصير عنده صداع، دا يصير عنده خفقان، احمرار، تعرق، زيادة في ضربات القلب، فيروحون يتبرعون دم، وقسم يروح يسوي شوية حجامة حتى يخفف من الضغط. فإحنا عدنا بالعراق مو إلى حد 18، إحنا عدنا بالعراق إلى حد 15 يعتبروه نورمال. وبالنسبة للإناث إلى حد 15-14 ما عدنا يعني هواية إناث توصل إلى 15 إلا إذا كانت هي مدخنة. أوكي، الذكور 13 يعتبروه نورمال، والإناث 11.5 12.5. هذه إن شاء الله أنا أعدلكم إياها وأنطيكم إياها، من 12.5 إلى 15 أو 14 بالنسبة للإناث، وبالنسبة للذكور من 13 إلى 15 يعتبروه نورمال بالعراق. أقل من هذه القيم راح يسموه أنيميا، وأعلى من هذه القيم اللي هي 15 يسموها بولي سايثيميا، زيادة في الدم. هذا الاختبار ما يعتمد عليه الطبيب فقط، زين، هذا الاختبار صح هو اختبار دقيق لكن ما يعتمد عليه الطبيب، لازم يكمله فحص بي سي في وعد كريات الدم الحمر، نعد وحدة وحدة. طبعا هسه حاليا اكو جهاز اوتو، واكو الاختبار الثالث يسولش قد نسبة الحديد بالدم يلا يقرر اكو بوليسايثيميا او لا. لكن احنا هنا عدنا بالعراق على البي سي في ويمشيها على البي سي في، وان شاء الله هذا اشرح لكم اياه حتى لو ما دخل لكم اياه بالامتحان، لانه لازم تعرف انت كمحلل البي سي في شنو. اوكي، انا جدا اشكركم، لانه يعني المفروض وقتنا الى 11، وهذا ان شاء الله بعد الامتحانات راح اشرح لكم اياه، يعني اول ما تيجي تطبقوا مباشره بالمختبر سويه قدامكم، وانتم تبدون ايضا نعيد سحب الدم ونسويه من الفينجر، ونسوي طريقتين الهيموغلوبين والسيانو. اي سؤال عندكم دكتوره؟ الامتحان هسه راح يكون يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله. ما ندري المحاضرات، يعني ما نعرف اذا كان حضوري او الكتروني حسب ما تقرر الجامعه. انتم في كل الاحوال كعملي مبدئيا حضوري، الالكتروني عندنا النظري فقط، والامتحان راح يكون فقط البكتيريولوجي، جانب البكتيريولوجي. نعم دكتورة، بس شنو راح يصير تضارب ويا امتحان العملي؟ احنا الامتحان عملي وعندنا نظري، شو راح نوفق بنات ما يا نظري انت بغير معهد؟ نعم انا مركزي منصور، بس استضافة بغير معهد. النظري عندك هناك راح تمتحني؟ يمكن دكتورة نظرا امتحنا. ها، يبقى العد العملي هنا يصير تضارب بهيك حالة. بالنسبة للنظري، النظري ليش ما أعرف، هاي لازم نسويها ويا القسم، لأن أنا بالنسبة للنظري ما عندنا صلاحية. إذا قالوا لك القسم يعني أنت والأستاذ، هاي بعدين امتحنك، يعني شوفي اشوف دكتور عماد وست صبا. اذا دكتور يعني مو بس ماده مادتك يعني هي، لا يعني بشكل عام دا احكيها، خاف اكون غير طالب بعد. بالنسبه اذا دا يصير هيك التضارب، اذا اعطونا صلاحيه انه احنا وياكم نمشيها، يعني امتحنكم حسب اي، فاني ما عندي مانع، بس ينطونا صلاحيه. يعني تدري انا ما عندي لحد الان صلاحيه انه امتحنك او
او اجل لك امتحان، ما يعني الاستاذ ما عنده صلاحيه تاجيل ماده اي صح. لطالب. فاذا اذا بصراحة نحن هذه 6 طلاب تقريبا، 7 طلاب هيجي. اي هذا ينطوني القسم، ينطوني اسماءكم ويقولوا لي هذول راح يمتحنون، امتحنيهم بغير وقت. اوكي اي، فما انا ما عندي مانع، عادي عادي يعني، انا نعم اسهل دكتور. اسهل على الطالب، ما عندنا شيء ويا الطالب. بس اذا قالوا يعني، يعني تدرين مرات خاف نعم يصححوها دكتور. او هاي، فهاي انت والقسم. فاريد من عندك تجيبوا لي توقيع رئيس القسم، وتوقيع شوف يعني هو رئيس اللجنة الامتحانية، هو رئيس القسم، هو لان هو رئيس اللجنة الامتحانية دكتور عماد. جيبوا لي توقيعه واسماءكم كلكم، يعني مو وحده وحده او واحد واحد، طيب دكتور. زين. وهذه حتى تعمم على بقيه المواد. ايه دكتورة، يعني احنا عندنا 3/4 امتحان عملي، وبنفس اليوم عندنا يعني نظري، ما لحق نمتحن ولا نقرا العملي. لا لا طبعا صعبه، بس يعني بس هذا جيبوا لي اياها. شنو قصدي؟ يعني ورقة كاملة حتى تفرروها على كل الأساتذة اللي دا يصير تضارب وياها، عرفتي شلون؟ اي دكتورة. فهذه أنا ما عندنا مانع، بالنسبة لي ما عندي مانع، سهل إن شاء الله يعني لشيلون هم بالنسبة لي. دكتورة هسه الامتحان الفصل الثاني راح يكون بس بكترولوجي، مو لازم دكتورة، لأن هي ما داخلة، بس الفاينال داخلة. المفروض داخلة 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 الفصل الثاني احنا امتحنا بيه الفصل الأول، احنا دكتورة مو امتحنا بيه الفصل الأول. إيه، مو هي المادة داخلة، هاي هي المادة هذه داخلة. ترى داخل يعني الفاينل. لازم لا داخلة. الفصل الثاني يعني داخلة دكتورة، لازم دكتورة لمياء ويا ملازم بكترولوجي. شباب احنا شو نقول؟ فد لحظة هاي، بعدين انا اتفق ويا اسحاق. ماشي نعم دكتور. اي بعدين ويا اسحاق. شيء خاص